يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الفرق الضالة يقولون إن تقسيم التوحيد إلى قسمين إنما هو تقسيم مبتدع لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن هذا بما في القرآن الكريم من أن الله سبحانه ذكر توحيد الربوبية في الآيات التي تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأفعال الرب، وذكر توحيد الألوهية في دعوة الرسل والأمر بعبادة الله والصلاة والصيام والحج، فكلا النوعين مذكور في القرآن مأخوذ من القرآن. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا هذه توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن أفعال العباد وعبادتهم هذه توحيد الألوهية. لكن هذا جاهل أو أنه مضلل والعياذ بالله. العلماء ما جاءوا بهذا التقسيم من عند أنفسهم، وإنما جاءوا به من القرآن. هل يريدون أن يقول الله التوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد الربوبية؟ الله قال في القرآن وأنزل آيات في توحيد الربوبية وآيات في توحيد الألوهية. نعم، لكن هذا إما أنه جاهل أو عدو للتوحيد ويريد أن ينفر الناس من التوحيد وأهل التوحيد، وهذا لا عبرة به ولا يضر الله شيئا ولا يضر أهل التوحيد، إنما يضر نفسه. نعم، أنا ودي تقولون له اللي يقول أن التوحيد أنه ما فيه إلا توحيد الربوبية، تقولون له هل في القرآن أن الله سماه توحيد الربوبية؟ هل لم تقول هو التوحيد؟ هل الله سماه توحيد الربوبية؟ تخصمونه بهذا. نعم.